السلام عليكم. هذه شجرة النيم، شجرة هندية الأصل، وهي طبعا غنية عن التعريف. الجميل فيها زهورها، احنا لما نروح نيجي مع الشارع زهورها جلست شهرين كاملين، شهر 4 وشهر 5، كل الشارع هذا من 200 متر محيط 200 متر رائحة مثل رائحة الفل. ثم بعد ذلك تسقط الزهور. أنا ما عمري شفت لهن بذور، ما دققت، لأن بذور النيم أو النيم يعني مدة صلاحيته قصيرة، ممكن شهر شهرين بعدين يضعف الجنين من داخل. يمكن تزرع 1000 يطلع 200، بعد 6 شهور اللي جربوا يقولون خلاص ما عاد فيه. والله تقل فيها بذور شوي. خلونا ننزل نشوف. خلكم معنا. أنا كنت بسوي بس مقارنة بين حجمها وحجم حجم اللبخ، يعني شكل اللبخ. هذا اللبخ الحين مزهر لأن هذا وقته عندنا بالصيف، عندنا بالقصيم أقصد. لا هذه البذور ما شاء الله باقي تبذر، يمكن ما دققنا بالسنة. هذه البذور شوف شلونها رشيق ما شاء الله عليه. هذه البذور كأنها زيتون، طبعا اذا سقطت تاخذها. الحين اي بذور خضراء في نفس الشجره ما تنفع، لم تنضج، ما فيها جنين ناضج. طبعا اقرأوا عن فوائد شجره النيم كمكافح حشرات وكمعالجات. وهذه هي اللبخ، سبق حطيناها ايضا في القناه وفي تويتر. وهذه زهوره، خلونا نجينها، ما ودي اكمل دقيقتين. بسم الله، شوفوا الرشاقه شلون وصلنا بدقيقه. شفت شلون هذه ذقنا البعشة، هذه لحيتها.